احتفال كنيسة الملاك مخيل والأم أنطونيوس في هولندا النهاردة بعشية عيد الملاك هو احتفال روحي واحتفال رعوي واحتفال أبوي واحتفال أيضا بمحبة ربنا اللي بيخلينا نشعر ان احنا في حراسة الملائكة. يكفي ان كتاب مقدس يقول عن الملائكة انهم أرواح مرسلة للخدمة للعتيدون ان يرثوا الخلاص. واحنا السنة دي فرحنا ببركة أبونا وأسقفنا المحبوب نيافة الأنبا أرساني اللي باركنا في عشية عيد الملاك والأباء الكهنة من كنائس الإبرشية كلها، فكانت الفرحة مضاعفة. لكن أولا وأخيرا احنا نشكر ربنا اللي أعطانا المناسبات الروحية اللي بتقوي إيمان أولاده وشبابه وبتقوي علاقتنا بالقديسين وشفاعتهم في حياتنا. هذه العقيدة الأساسية في كنيستنا الأرثوذكسية اللي بنعيش بيها ونحافظ عليها. أيضا فرحنا النهاردة بتخريج مجموعة من المرحلة الابتدائية، 20 ولد وبنت فرحوا وأخذوا الشهادات وتسلموها من أبوهم وأسقفنا نيافة الأنبا أرساني. ربنا يعوضه ويباركه ويفرحنا بخدمته وبوته في كل سنة. شكرا. هو الحقيقة النهاردة احنا جينا حضرنا عشية عيد الرئيس الملاك مخيل في الكنيسة اللي هي في أيندن هوفن، كنيسة رئيس الملاك مخيل الأنبا أنطونيوس. كانت عشية مبهجة جدا في وسط وجود أسقفنا ورعينا نيافة الأنبا أرساني وبعض من أباء كهنة الإبروشية، جايين طبعا نشترك في العشية ونطلب شفاعة الملاك مخيل، وفي نفس الوقت برضو باركنا لسيدنا على العيد الخامس لتأسيس الإبروشية والعيد الخامس لرسامة نيافة أسقفنا على الإبروشية. ربنا يديم كانوته ويكتر المناسبات والمشاركات الحلوة دي. والحقيقة طبعا سيدنا شرفنا في هذا اليوم، كان يوم مبهج جدا وفرحنا بالعشية وبالصلوات المباركة في هذا اليوم. وشكرا.
طيب.